جا حذانا سي العياشي العجرودي وقال انه النقار كان يخلص في 5000 دينار في الشهر. جاء كان باش يجي النقار باش يكذب، ولكن صارت له ظروف صحيه وهو تو مش في تونس. معناتها بالحق كان ياخذ في السوم هذه بخلاف الامتيازات الاخرى والكهرباء. لا جاوبني بصراحه، ما نحبش نحكي على لسانه هو، هو يكون موجود ينجم يجاوب اخي، هو ينجم يجاوب. اما انا اللي نقوله انه مش صحيح انه وعيب، راهو اللي قالوا عيب بصراحه. اللي قالوا شكون سي العياشي؟ اي عيب. علاش عيب؟ عيب كبير، لانه ما يعرف، هو يعرف مش صحيح. رقم هذا غلطه؟ مو صحيح، مو غلطه، وانا قلت لك معناتها عيب، ما نجمش نزيد ندخل اكثر في خاطر نجم نتوسع برشا في الموضوع. لكن انا تقديرا واحتراما الناس خدمت معاهم ونحبهم، وبيناتنا راهو عشره وكذا، نقول له راهو عيب اللي قلته، راهو عيب. معناتها كان ياخذ في مبلغ اقل برشا من 5000 دينار. اتباع، انا نحكي انا اللي كنت ننتج ونكتب ونناقش كل شيء نصور، انا كنت ناخذ اكثر من نقار والدوبل بريسك بتاعه، وما كنتش ناخذهم اصلا، هي كانت مفاهمه تحت الحيط. ما ثماش، معناتها انا كي نسمع كاك حديث معناتها ايش معناتها الحديث هذا؟ معناتها انت كنت تخلط ال 5000 دينار. انا سكت، انا سكت من اللي خرجت من جنوبي وما والتجات، قلت كان ثم حق تو انا ناخذ بالقضاء. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. انت تزيد معناتها تزيد تخرج وتقول الحديث هذا، معناتها مازلنا حيين، كان حتى متنا مازال واحد حي، وتزيد تقول راهو يخلص في الحديث هذا، حديث تو هذا، وكيفاش يخلص هو خمسة ملايين وانت ويستحقك في عرسه؟ نجم ياخذهم ويصرفهم، يتصرفوا نجم يصرفهم. نجم يكون معروفه في تونس الفنان، لا اقل ياسر، ما ثماش منها. بلي انت اللي تاخذ دوبل، توصف لي شوف الحكايه، بلي شوف الحكايه معز، سهله. انت قداش كنت تاخذ؟ اخويا نوفل، سهله الحكايه. هو في نفس الحوار معاك قال راهو الافلام نعمل فيهم باللي كونترا اللي عادي فيهم، والصور المتحركه وتومي وجيري وهذوكم كلها بالكونترا. يا سيدي احنا حسبنا تومي جيري خرج لنا الكونترات بتاعنا، تو تومي جيري عنده كونترا واحنا ما غير كونترا، ورينا سيدي كونترات. واي وليت مقارن في روحي بفار وخطوش. هاي سيدي ها فار، ها نتحداهم، كان يخرج وريني الخمسة منين كيفاش نخلص فيها. هاي تي حديث تو احنا سكتنا واحد، وقلنا كان ثم حق تو ناخذوه بالقضاء، مش نقعدوا نسبوا نتحطوا، هو يخرج يقول معناتها سمعني، ما عيب عيب. قداش كنت تخلط؟ احنا ما كنا ما خلطناش لحد شيء، راهو انا على شاكي ما نظريا قداش كنت؟ نظريا كنت ناخذ في 3000 دينار والنقار 1500 حسب ما قال النقار، ولكن ما خذيتش حتى شهر ولا ما خذيتهمش حتى المفاهمة. لا خذينا راهو الدوسي تعدى كل القضاء وحكينا فيه ايش خذينا وما خذيناش، وحكمت المحكمة وحكم بيت، وأنا نقول ماذا به معناتها ينفذوا الحكم ونتجنبوا الخلافات هذه ونتجنبوا الهدرة. واضح، ولكن كلمك يعطينا حقنا وكهو. أعذر نحكي إحساسي. ثم سمحني، ثم ممثلين زاد في السلسلة جبتهم ما خذوا حتى فرنك، باش نبدو واضحين.